أهلا بكم مشاهدينا. المسؤولية المجتمعية هي ثقافة الالتزام بالمسؤولية تجاه الفرد والمجتمع وتوفير الدعم والمساندة التامة من جميع الجهات المعنية تجاه التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هي أيضا عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات الاقتصادية بغض النظر عن طبيعة عملها. هل هذه المسؤولية موجودة ومفعلة على الأرض؟ هناك لغط وإهمال كبير لهذا الموضوع، سنلقي عليه الضوء في هذه الحلقة من برنامج سوسيولوجيا تحت عنوان المسؤولية المجتمعية. أهلا ومرحبا بكم. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. محاور عدة وتساؤلات كثيرة سنلقي عليها الضوء مع الأستاذ شادي العمر، متخصص في علم الاجتماع السياسي ومدرب في الدعم النفسي وبناء القدرات. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا. هلا بالبداية أستاذ شادي، المسؤولية المجتمعية ما هي؟ المسؤولية المجتمعية عادة يعني هي مفهوم أصبح مألوف وغير مألوف بنفس الوقت، إن هو يشابه المسؤولية الاجتماعية، فلذلك باعتبار أنه نسمعه لأول مرة نتوقع هو نفس المسؤولية الاجتماعية، لكن من المهم جدا التأكيد على الفصل بيناتهم. المسؤولية المجتمعية أمر والمسؤولية الاجتماعية أمر آخر. المسؤولية الاجتماعية إذا كان بدنا نحكي بالمقارنة بيناتهم، المسؤولية الاجتماعية هي المسؤولية اللي بيشعرك الشخص تجاه المجتمع اللي هو عايش فيه، ابتداء من أبسط الأمور وانتهاء بالأمور الكبيرة اللي العلاقة بموقع وظيفته منته. أما المسؤولية المجتمعية فهي يعني حددت بالمجتمعية لأنها تخص مجال معين وفئة معينة وطريقة جديدة جدا في التعامل مع القضايا الاجتماعية. المقصود فيها دائما هي مسؤولية الشركات الخاصة، المؤسسات الخاصة الربحية المالية تجاه المجتمع اللي هي موجودة فيه. هيدي المسؤولية اللي لا يمكن أن تكون عشوائية أو حتى تدخل في بند الأخلاقي أو بند العفوي، لا، هي يجب أن تكون مسؤولية منظمة، مسؤولية مدروسة ذات خطط أولية موضوعة حيد الخطط ومرصود الأهداف سلفا اللي لازم تحقق المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية اللي هي بكد عليها مرة ثانية. طبعا في شيء مهم، أنه هذا الأمر يختلف اختلاف كلي عن المسؤولية الاجتماعية اللي بتقوم فيها الجمعيات الخيرية، النوادي الخيرية، المنظمات الخيرية، هذه كلها أمر آخر مختلف. هذاك عمل خيري تطوعي، أحيانا يقصد منه التكافل الاجتماعي، أحيانا يقصد منه التقرب إلى الله، بغض النظر عن صور وغايات العمل التطوعي. لكن المسؤولية المجتمعية اللي هي ضمن الشركات الاقتصادية لا، أهدافها بتكون واضحة، العلاقة في المجتمع مباشرة، لكن بشكل مختلف، أعلى درجة، أرقى من العمل التطوعي العادي، وبنظرة مستقبلية ذات بعد استراتيجي، ذات بعد مستدام، يهدف منها عادة إلى أن تكون الشركات الموجودة في المجتمعات تقوم بدورة مثل ما أنه هي شركات مستفيدة من هذا المجتمع اللي هي فيه، هي تعمل فيه، هي تستفيد منه المرابح اللي عم تحصل عليها من هذا المجتمع. بالمقابل أصبح مفهوم المسؤولية المجتمعية أي أن لهذه الشركات أيضا أو على هذه الشركات أيضا واجب تجاه هذا المجتمع. هذا الواجب يختلف من أمور بسيطة إلى أمور متقدمة إلى أمور أصبحت تعتبر عالمية وتدخل ضمن خطط ومنظومات الدول والمنظمات العالمية الكبيرة. يعني نحن ذكرنا بالمقدمة أستاذ شادي بأن هناك لغط كبير بهذا المفهوم. في ناس كثير كمان مثل ما ذكرت أنت وضحت الموضوع، المسؤولية المجتمعية مختلفة عن المسؤولية الاجتماعية، والعمل التطوعي ليس هو مسؤولية مجتمعية. هناك فرق كبير، هناك مسؤولية تجاه المؤسسات المنتجة، نقول المؤسسات الربحية. المؤسسات التي تحصل على مرابح من خلال عملها، سواء كانت تجارية، مقاولات، صناعية، مؤسسات اتصالات، خدمات، من أي نوع، أي مؤسسة تستفيد من المجتمع في تحقيق مرابح معينة يقع على عاتقها مسؤولية مجتمعية تجاه هذا المجتمع اللي هي موجودة فيه.
هذا من ناحية. من ناحية ثانية حتى أنا يعني مع فئة قليلة من المهتمين بهذا الموضوع بحب أميز عادة بين المسؤولية المجتمعية، أي أنها مسؤولية جهة محددة وهي شركة خاصة تجاه المجتمع كله. أما المسؤولية الاجتماعية فهي مسؤولية من داخل المجتمع بصفتي أنا فرد في هذا المجتمع أو أسرة في هذا المجتمع أو جماعة أو مهنة أو نادي داخل المجتمع. هذه المسؤوليات اللي بيقوم فيها المجتمع، الحفاظ على الممتلكات العامة مثلا، الحفاظ على نظافة الشوارع، هي كلها أمور اجتماعية نقوم فيها بشكل طبيعي وبسيط وهي قديمة، يعني نشأت مع نشوء أول مجتمع في التاريخ. أما المسؤولية المجتمعية حاليا فهي أمر مختلف تماما، أصبحت الشركات تقوم فيها تجاه مجتمع بأكمله، لذلك حتى نشوف النسبة مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية اجتماعية، يعني هي مسؤولية تجاه مجتمع بأكمله. أما المسؤولية الاجتماعية فهي مسؤولية وأنا داخل في العمل الاجتماعي العادي. قد تكون الشركة ليس لها حضور اجتماعي داخل المجتمع، قد تكون، لكن عليها واجبات اجتماعية. بعض الشركات عليها واجبات اجتماعية وهي داخل ضمن نسيج المجتمع نفسه، عادة مثل شركات الاتصالات، شركات التعليم، شركات التدريب، هذه كلها شركات موجودة في المجتمع وفاعلة في المجتمع ولكنها تتحمل جزء خاص هو المسؤولية المجتمعية تجاه هذا المجتمع. إذن هناك مفارقة كبيرة بين المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية هي التي نعرفها عبر التاريخ، أما المسؤولية المجتمعية فهو أمر مطروح حديثا، أصبحت الشركات العالمية تتبارى في تحقيق معايير عالية من المسؤولية المجتمعية. هلا للمسؤولية المجتمعية في مبادئ أساسية لنضيء عليها. هو عادة يعني المبادئ الأساسية للمسؤولية المجتمعية راح تلاحظ أنه هي مبادئ أساسية في أكثر من مجال. يعني باعتبار أنه أنا بتقول لي أنه شركة اقتصادية شو دخلها بالمسؤولية المجتمعية، هون راح نشوف أنه مبادئ الأساسية هي المبادئ اللي بيشتغل عليها أكثر من جهة. أهم هيدا المبادئ اللي بيكون العلاقة باحترام الإنسان واحترام حقوق الإنسان. هي بالدرجة الأولى، هذا مطلب عند الجميع، لكن متى نقول أن الشركات لا تحترم حقوق الإنسان فهي إذن تخل بمسؤوليتها تجاه المجتمع اللي الإنسان هو البنية الأساسية فيه، هو حجر الأساس فيه. لذلك مثلا شركة تقوم بإنتاج مواد مؤذية ضارة ولو ضرر خفيف جدا جدا بالبيئة بالإنسان نفسه، خلينا نحكي عن الإنسان نفسه قبل ما ننتقل إلى مجالات أخرى، ولو ضرر خفيف جدا جدا هذا الأمر أصبح فيه انتهاك للمسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتحلى بها هذه الشركة في هذا العمل. الموضوع الثاني اللي له علاقة بمبادئ الأساسية عن الشفافية، يعني المؤسسات وخاصة أصبحنا حاليا في مؤسسات دولية، يعني أي مؤسسة ولنفترض نسكافيه اللي هي جاية من شركة أم اسمها نسلة موجودة في كل دول العالم، أنا لما عم بشرب النسكافيه عندي في البيت فأنا عم شارك في استهلاك منتج عالمي جدا جدا. هذا الأمر يعني أصبح له خصوصياته في بعض الدول، فأنا في دولة ما يجب أن أراعي ثقافة وحضارة هيدا الدولة، فهيدا مهمة جدا في الشركات الخاصة أن تكون مراعية لخصوصيات المجتمعات اللي هي عم تشتغل فيها. هذا الأمر أصبح مهم مع وجود شركات عابرة للقارات، شركات متعددة الجنسيات، جعلها أنه لا، عندما نفتح فرع في إفريقيا يجب أن نراعي الثقافة الموجودة في البيئة التي هناك. يختلف الأمر تماما عن فرع آخر مفتوح لها مثلا في سويسرا أو في الهند أو في أي مجال آخر. يعني نعتبره أنه الاحترام الأعراف الدولية، احترام الأعراف الدولية أو ثقافات شعوب أو شيء. واضح أنك معد للحلقة بشكل جيد، حتى عم بتسبق علي في المبادئ. احترام الأعراف الدولية اللي هي أنه أي شركة من الشركات بدها تشتغل في أي مكان، هذا الأمر يوجب عليها أن تحترم مواثيق دولية حتى لو أنه كان يمكن تمريقها، حتى لو كان يمكن إهمالها، لأنه معايير المراقبة ومعايير المتابعة بين الدول مختلفة. على الشركة أن تضع لها معاييرها الخاصة فيها وتطبق في أي مكان. هذا استفدنا منه سلفا في أنه هذه الشركات مهدت لتطبيق معايير عالية ذا جودة عالية، أصبحت حكومات بعض الدول يعني تتقيد بها أو تحاول تقليدها أو تحاول استفادة منها. هذا أمر حققت فيه بعض الشركات مستويات عالية من المسؤولية المجتمعية، وخاصة الشركات اللي علاقة
بالاتصالات والشركات اللي العلاقة بأنظمة الكمبيوتر اللي عرفت كتير من الدول بموضوع الخصوصيات، الحرية الفكرية، الملكية الفكرية، البرامج اللي يعني اللي بيتعبوا أصحابها كتير في صناعتها، لا يمكن نسخها وبيعها بسعر مجاني وبسعر بسيط، لا أصبحت هذه الشركات محافظة على هذه الأمور. أيضا كمان من الأعراف الدولية اللي هي مثلا أنه الشركات مسؤولياتها تجاه المجتمع أنه هي شركة اقتصادية لا تتدخل في سياسة هذا المجتمع ولا تتدخل في الأمور اللي هي العلاقة ببنيته الاجتماعية، بشكل الحكم، بنمط الحكم. هذه أيضا أصبحت معايير أساسية للحفاظ على مستويات عالية من المسؤولية الاجتماعية. لا نعتبر هذون المبادئ الأساسية للمسؤولية، أهم المبادئ أيضا إذا بدنا نضيف عليها، لأنه مبدأ هو مهم شفافية. جدا اللي هو مبدأ قبل الشفافية بدي أحكي عن مبدأ البيئة، الحفاظ على البيئة. يعني في موضوع البيئة أصبحت الشركات تقدم نفسها أيضا بشكل أنه البيئة في أي مكان في العالم هي واحدة، أن تؤذي البيئة في الهند كأنك أذيتها في سوريا، كأنك أذيتها في أستراليا. أنت تسبب ضرر لجزء من الأرض، هذا الضرر ينعكس من ناحية المبدأ على الأرض كلياتها. الأضرار قد تكون بسيطة لكن هذا لا يعني أنه إغفالة. نحن كلاتنا منخاف في البيئة من التلوث اللي ممكن يحصل نتيجة الأسلحة النووية، فلذلك كل الدول تقوم بمعاهدات. هل هذا مثل سياسي على موضوع آخر اللي هو المسؤولية المجتمعية لدى الشركات في الحفاظ على البيئة. فمثلا أنا كتير بهمني أنه أنا المواد اللي عم صنع منها ما تكون مواد مؤذية للبيئة، المواد الخام اللي عم بستفيد منها ما بتسبب نقص في البيئة. هذا كله يهدف عادة إلى موضوع التنمية المستدامة اللي هي يجب الحفاظ عليها بشكل أساسي وعدم الإخلال بها واعتبار الإخلال بها ضرر. هو للأسف حتى الآن ما في قوانين لا عالمية ولا محلية بالنسبة للدول قادر على إلزام الشركات بهذا العمل، لكن أصبحت المعايير الأخلاقية والمعايير القيمية ومعايير المكافآت هي الدافع الأساسي، لأن تقوم الشركات هذه بالحفاظ على التنمية المستدامة. وإذا بتسمح لي كمان، التنمية المستدامة يعني كتير مهم أنه يتحدد شو طبيعتها بدقة. فمثلا التنمية المستدامة إذا بتضرب عنها مثال بسيط، هي أن نوفر للجيل الذي يلينا على الأقل ما استلمناه أو أكثر منه، لكن الخوف دائما في التنمية المستدامة أن نوفر للجيل الذي يأتي بعدنا قدرات موارد أقل مما توفر لنا. هنا نكون أخلينا بشرط أساسي أنه هنا أصبحت القدرات والموارد والإنتاج أصبح إلى تناقص، بنفس الوقت البشرية إلى ازدياد، فنحن رح نقع في مأزق بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، مو شرط على جيلنا، لكن نحن نقوم بأمر أو بعمل سيء يهدد استدامة البشر على الأرض. لذلك دائما الشركات الخاصة تكون مطالبة بخطط واضحة أيضا عن التنمية المستدامة اللي هي عم بتحاول تقدمها في المجتمع. نستطيع أن نقول أستاذ شادي أنه المسؤولية المجتمعية أحد أهدافها أو هدف أساسي إلى هي التنمية المستدامة للمجتمع؟ ضروري جدا أن يكون كشركات مثلا شركة فيها بصناعات أو إنتاجاتها فيها تأثير مثلا على البيئة. هو بس أنا بدخل لك شركة شغلة، أنه هدف أي شركة هو الربح صح، لكن أن نقول هدف شركة هو التنمية المستدامة فهي ما راح تفكر فيها كتير، لكن هدف خطة أي شركة في المسؤولية المجتمعية يجب أن يكون هدفها الأساسي هو الحفاظ على التنمية المستدامة، لأنه هي سر أو هي شرط انتقالنا إلى المستقبل أو إلى زمن مقبل. بدون الموارد الكافية لن نستطيع أن نخطو إلى مستقبل. صح. خليني مثلا هون كمان إذا بدي أوضح مثلا، يعني لو أب ورث عن أبوه هكتارين أرض، هو ورث عن أبوه هكتارين أرض، خلف 4 أولاد، ما لازم نقول والله إذا عطى كل واحد نص هكتار فهو حافظ لهم على التنمية المستدامة، لا، لازم يعطي كل واحد منهم هكتارين. هون بيكون حقق التنمية المستدامة الحقيقية على الأقل، إذا 3 أفضل. لكن مثل ما هو في يوم من الأيام استلم هكتارين أرض، لازم يوصل للجيل اللي بعده لكل فرد هكتارين. هذا اللي بيوضحه، مو أنه التنمية لأنه هكتارين بيطلع لك الواحد ربع هكتار، أولاده خلفوا أولاد بيطلع لك الواحد في الأخير 10 متر ب10 متر. هيدا هي الأرض أصبح هون في هدر وهون ما فيها التنمية الحقيقية.
نفس المثال رغم أنه بسيط يأتي على الموارد الموجودة في المجتمعات، خاصة أنه أغلب المجتمعات حالياً عم تفكر من هون لأربعين خمسين سنة مصادر الأساسية في الثروات عم تختلف، صح. فهنا خايفين من الذهب راح يخلص، البترول راح يخلص، الغاز ولو أنه هو عمره هو الأطول حتى الآن راح يخلص. إذن هدول كلهم ما بيدخلوا في خطط التنمية المستدامة. خططها الحقيقية هي العمل، الصناعة، الإنتاج، الزراعة، البحث عن بديل، بالضبط، الزراعة، مصادر الطاقة الجديدة، مصادر الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة الرخيصة والنظيفة. هيدا هي اللي ممكن تسوي خطوة حقيقية في التنمية المستدامة. حلو. هلا المسؤولية المجتمعية إلى أبعاد أساسية، ذكرنا المجال البيئة، ذكرنا المجال الاجتماعي الاقتصادي، ثلاث أساسيات. هيدا أبعاد، نعم، هيدا أبعاد، اجتماعي اقتصادي بيئي. ما هو الأهم؟ الاقتصادي أهم شيء. إذا بدي ركز على شغلة، الاقتصادي هو لا يؤخذ بمعنى من جهة الشركة الرابحة، يعني التطور الاقتصادي لشركة رابحة هو زيادة أموالها، زيادة أرباحها، زيادة فروعها، تحسين منتجها، لكن هذا لا يكفي. إنما أقصد بالاقتصادي هنا في المجتمع زيادة فرص العمل، تقليل من البطالة، رفع مستوى المعيشة، التخفيف من الفقر، التخفيف من الرعاية الصحية السيئة، زيادة فرص التعليم، زيادة جودة التعليم. هنا عنا هذا اسمه التطور الاقتصادي اللي ممكن المسؤولية المجتمعية للشركات تشارك فيه وتحافظ عليه. تشارك فيه الشركات، تشارك فيه وتكون رائدة. طبعا أنا هلأ بدي أضيف شغلة اللي هي الدولة. في كل مجتمع في شركات خاصة عم تشتغل في سوق عمل، في سوق المجتمع المدني بيسموه عادة، وفي بالمقابل الجهة السياسية اللي هي الدولة بسلطتها وحكومتها. تقريبا المسؤولية المجتمعية هي أصبحت المطلب الرئيسي بعد ما خفت رعاية الدولة للمجتمع. في كل دول العالم الدولة الراعية اللي كانت موجودة من 60 70 80 سنة خفت، كانت الدولة مكلفة أنه توظف كل مين بده وظيفة وتأمن سكن لكل مين بده سكن وإلى آخره. لكن حاليا حتى أقوى الدول اقتصاديا، أغنى الدول، لا تضمن هذا الأمر، لأنه يعني مباشرة جربوها أنه الفرد بيقعد، إذن أنا بدي عمل وبيت وسيارة من الدولة. هذا الأمر لا يصنع تنافس حقيقي في المجتمع، وبالتالي لا يصنع نمو اقتصادي حقيقي. البعد الاقتصادي اللي نحن عم نحكي عنه هنا هو 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 تطوير سوق العمل وسوق الإنتاج بكافة أشكاله، بكافة جزئياته الاجتماعية نفسها، ولا يتوقف فقط عند الربح. من ناحية تانية الاجتماعي يعني أنت بالأساس عندما يكون لديك المجتمع اللي هو فيه شركات كبيرة، المجتمع الذي يخطو نحو أن يكون مجتمع صناعي أو تجاري متقدم، مجتمع معرفة، هذه الأمور أصبحت تحتم رؤية جديدة للمجتمعات نفسها. مجتمعاتنا لم تعد هي المجتمعات الموجودة كمان من 40-50 سنة، ومجتمعات الأوروبية لم تعد هي المجتمعات الموجودة من 70-80 سنة. إذا حطينا هدول فارق، صح، مو أكتر. يعني باريس في 1900 ليست باريس الآن، صح، ولا حتى لندن، ولا حتى أي دولة، أي مدينة في أي دولة متقدمة. هذا الأمر أصبح أنه بظروف اجتماعية جديدة أصبح يفرض أشكال اجتماعية جديدة، أنماط اجتماعية جديدة على الشركات الخاصة أن تقوم بدور الحقيقي في نهوض هذا المجتمع، في تقدمه، في استمراريته. لأنه مثلا أي مجتمع أوروبي عندما ينهار، مثلا مجتمع بسبب الفقر، بسبب المشكلات الموجودة فيه، بسبب الحروب، عندما ينهار هذا المجتمع سوف نرى أن كل هذا الإنجاز الحضاري الذي صنع عبر 200 أو 300 سنة سوف يسقط خلال أسبوع. لذلك المجتمعات ليست آمنة لهالدرجة هيدا، بحيث أنه ممكن تستمر لحالة وتمضي لحالة بشكل آمن وسليم، إلا بوجود مراقبة ودعم والقيام بمسؤولية حقيقية تجاه هذا المجتمع. وقال لك المسؤولية المجتمعية هي دور الشركة الخاصة، المسؤولية السياسية هي دور الحكومة ودور الدولة. هذا بيختلف عن هذا طبعا بالطريقة وبالمطلوب من كل جهة. حلو. طيب بعد ما تعرفنا على المسؤولية المجتمعية أو آلية عملها وواجباتها وتجاه من، أين تطبق بشكل فعال وصحيح، سواء في الوطن العربي مكان الجغرافي، المكان الجغرافي اللي بتطبق فيه؟ هي بشكل فعال وصحيح لا تطبق في أي مكان. يعني حتى الآن هم يريدون أن يصلوا إلى مستوى عالي من القيام بالتزامات المسؤولية المجتمعية.
لكن إذا نقارن بين دولة ودولة، بين مجتمع ومجتمع، فلا، ربما أنه للأسف هيدي مقولة أنه دول الخليج خطت خطوات جيدة في موضوع المسؤولية المجتمعية لتنبهها لهذا الأمر، خاصة في دبي اللي هي أصبحت مدينة عالمية من ناحية التجارة. بالتصنيع ما دخلت لسه هذا السوق يعني، لكن من ناحية التجارة أصبحت مقر لكثير من الشركات العالمية، فتنبهوا لدور المسؤولية المجتمعية. لذلك خطوا خطوات جيدة. هلأ لما دبي عملت هذا العمل أصبحت المدن الكبرى الموجودة في الخليج منافسة لنا في هذا المجال. ليش في دبي بس؟ صاروا هن يحاولوا يشتغلوا. استنساخ لهي التجربة، الاستنساخ ليس جيد لكن أفضل من عدم القيام بأي شيء. حقق في بعض الأماكن أمور جيدة. مصر وهي نشطة كمان من ناحية المسؤولية المجتمعية بشكل جيد، لكن ما يعني ما يجعلها في مرحلة ثانية أو في مستوى ثاني هو الضعف الاقتصادي الموجود عندها اللي ما بتناسب مع علو الوضع الاقتصادي في الخليج. أيضا كمان عندها الأردن مثلا دولة صغيرة لكن بمدينتين أو ثلاثة، لكن حققت كمان شيء جيد. على سوريا هون السؤال هون بدي وجهه، هل هي موجودة في سوريا؟ بشكل بسيط جدا، ويجب تفعيله بالشكل الأمثل وبالشكل الجيد. يعني القضية أنه نحن قلنا أنه المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية الشركات الخاصة التجارية والربحية تجاه المجتمع، بعدناها عن دور الدولة، لكن للدولة دور مساعد حقيقي للشركات لكي تقوم هذه الشركات في دورها. أقل شيء أن تكون الدولة داعمة لهذه الشركات. يعني مثلا في موضوع الضرائب، موضوع الضرائب هو موضوع خاص بالدولة، يعني الدولة هي التي تجمع الضرائب. ممكن الدولة تشجع الشركات على القيام بمسؤوليات المجتمعية بالنظر إلى موضوع فرض نصب الضرائب عليهم مثل ما بيسووا مع الجمعيات الخيرية مثلا. لكن مهم جدا آلية التطبيق تكون صحيحة مشان ما تصبح المسؤولية المجتمعية شعار فارغ فقط للتهرب الضريبي. إلزام أن تقوم الدولة مثلا، وزارة الاقتصاد أو وزارة التجارة أو وزارة الصناعة، أن تقوم بإلزام المنشآت الاقتصادية المتوسطة والعالية بتخصيص قسم خاص حول المسؤولية المجتمعية وتدريبه ومتابعته ومعرفة خططه، وأيضا مراقبة تنفيذ هذه الخطط على الأرض. هي كلها ممكن تساعد تماما في أنه يكون في دور لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المساهمة في القيام بدورها. هلا نحن رح نضل بالمجال أنه المسؤولية المجتمعية في سوريا كيف تطبق. سؤال، هي موجهة فقط للمؤسسات؟ المواطن مسؤوليته هي مسؤولية اجتماعية فقط كمواطن؟ هلا يعني أنا أكون مواطن وصاحب مؤسسة، أنا عم أقوم بدورين. لما عم حافظ على نظافة الشارع وعم هي اجتماعية، عم أرمي القمامة في ساعة المحددة وفي الحاوية المحددة، هي المسؤولية اجتماعية عادية. لكن أنا لما بيكون عندي هي الشركة الخاصة، فأنا عم قوم بدور مهم له علاقة مثلا ولنفترض بالمشاركة في دعم مؤسسات البحث العلمي، خاصة في دعم مؤسسات البحث العلمي في المشاريع المتعلقة بإصدار طاقة نظيفة. أنا حددت بدقة أنا بشو بدي أقوم. هذا الأمر أنا أقوم به وأعلنه فقط لأنه واجبي تجاه المجتمع. هذا الأمر يختلف عن فكرة المواطن. المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية جهة صغيرة، شركة، مؤسسة، منظمة أحيانا لكن ربحية، تجاه مجتمع كبير. تختلف عن مواطن فرد. مواطن فرد ممكن هذا المواطن الفرد من خلال دوره في هذه المؤسسة يقوم بعمل جيد، لكن هل المواطن الفرد بغض النظر عن توصيفه، عن دوره، عن عمله، هو يدخل ضمن إطار المسؤولية المجتمعية؟ نعم، لكن بالحد اللي هو ينطوي تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية فقط. حلو. طب لا، انت داركنا الوقت صراحة استاذ شادي. بالنسبة ل ما هي الحلول التي تفعيلها بشكل اكبر في سوريا؟ اولا يعني معرفتها، يعني صراحة بدأنا الحلقة في نحن انه نوضح الفرق بين المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية. حلو، احنا وضحناها من خلال ان شاء الله، بس ان شاء الله نكون وضحناها. ثانيا، فصلة تماما عن العمل الخيري والعمل التطوعي.
يعني أنا في العمل الخيري والعمل التطوعي لا أستطيع أن أصنع هذا التراكم الحقيقي الربحي، لأنه أنا في الشركة الخاصة عندي مال، هذا مال عم بيشتغل، جزء من هذا المال رايح مثلا للبحث العلمي، رايح مثلا لرعاية الطلاب، رايح مثلا لبناء مستشفى، رايح مثلا لشيء معين. هذا الأمر عندما يستديم يحقق إنجازات على الأرض ملموسة أكثر بكثير من مجرد أنه عمل ربحي، عمل خيري لوجه الله، للإحسان، للتكافل الإنساني. هذا يجعل فقط الفقر أخف وطأة لكن باقي. أما القضاء على الفقر أو محاولة رفع مستوى المعيشة أو محاولة رفع مستوى الرعاية الصحية لا يصنع إلا مشاريع وخطط حقيقية، تكون هذه المشاريع والخطط بالشراكة مع الدولة، بدعم الدولة، بمراقبة الدولة، الإعلام تحديدا اللي له دور كبير، خاصة أنه الإعلام عنا هو الجزء الفاعل منه هو الإعلام الحكومي، فهذا الإعلام يسلط الضوء على الشركات التي تقوم بدور الحقيقي في المسؤولية الاجتماعية، يسلط ضوء النقد على الشركات اللي هي عم بتخل بمسؤولياتها المجتمعية. هذا الأمر كلياته ممكن يحاول أنه يقطع مرحلة أفضل في تحقيق المسؤولية المجتمعية. طب نستطيع أن نقول أنه المسؤولية المجتمعية قادرة الحكومات أنه تجبر مثلا المؤسسات الخاصة أو القطاعات الخاصة؟ لا يمكن حتى الآن لا يمكن، لأنه أمر أني أفرض قانون، فرض القانون هذا الأمر ليس بالأمر السهل، يعني أني أفرض قانون يلزم الشركات والمؤسسات بالمسؤولية المجتمعية، راح يكون هنا تنفيذ القانون صوري على ورق. أنا طبقت القانون أشبه ما يكون بعمل الضرائب، أنه عندك محل موجود في وسط السوق ما في لا فواتير ولا شيء، فأنت شلون بدك تفرض عليه ضرائب؟ عم بتعمم ضرائب على كل المحلات بأقل شريحة ممكنة وبتقول هذه الضرائب. وهون نفس الشيء، نحن اليوم عملنا والله مبادرة ورحنا نظفنا الشاطئ، فهيدا مسؤول مجتمعي؟ لا، هيدا ليست مسؤول مجتمعي، هذا عمل تطوعي حتى بسيط أمام المهام الحقيقية للمسؤول المجتمعي. حلو. إذا نحن الآن أكثر من أي وقت مضى مسؤولين أو مهم جدا تفعيل المسؤولية المجتمعية وخاصة في سوريا. نتمنى ذلك ونبقى على أمل بأن تحقق غايات أو نطبق هكذا موضوع مهم جدا في دفع عجل التطور في البلد. أستاذ شادي، بختام لقائنا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، شكرا لك. يعني محضر معي الموضوع بشكل جيد ما شاء الله. الكلمة الأخيرة بدي أقولها هنا أنه للإعلام دور أساسي في بدء مشروع حقيقي للمسؤولية المجتمعية في سوريا. وباعتبار نحن هنا في بيت إعلامي، يعني المهم جدا أنه يسلط الإعلام الضوء على هذا الموضوع، ويحاول دائما أن يصل فيه، أن يكون همزة وصل ما بين الحاجات الموجودة في المجتمع والشركات والمؤسسات الاقتصادية الربحية. نتمنى ذلك إن شاء الله. شكرا لك لوجودك معنا الأستاذ شادي العمر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وهيك مشاهدينا، حلقتنا بتكون خلصت من برنامج سوسيولوجيا. مني ومن فريق عمل البرنامج كل التحيات وأطيب الأمنيات، بغد مشرق للجميع. إلى اللقاء.